والله ما فادت مخي، ما رضي يعطي اخته لابنك صبري. اي والله، قال شو؟ نحن مسؤولين عن شنق ابوه، نحن وكل كبارية الحاره. شو هالحكي؟ ليش هو بيعرف ليش انشنق ابوه؟ وشو كان عم بيساوي ببيت المسورة اخته لماجد الفوال حتى يقاطعنا؟ يا سيدي بيعرف وبيحرف. سيدي ابو جميل، ابنك صبري الف مين بتمناه؟ اقسم بالله حارات الشام كلها بتتمنى نسبكم. لك الله بحيي اصلك، الله بحيي اصلك ابو عامر. الله يخليك، بس تعرف الست عزمية هي اللي معبيه براسه انه نحن ورا شنق ابوه، مشان هيك مقاطيع الحاره. سيدي يصطفل، بكره بيعرف الحقيقه وبيعرف اللي عمله ابوه لحتى شنقوه. قولتك يا سيدي. ولا شو مشان مشكلتك انت المختار؟ شو مشكلتي مع المختار؟ ما في شيء. كيف ما في مشكله؟ لا عاد فتت على ديوان المخترة ولا عاد قعدت معنا. ابو جميل هيك اريح لي. لك شلون اريح؟ ماشي راح اجي، لا تخاف راح اجي. يا ابو هاشم، انت شايف المشاكل اللي صارت من ورا موتة حرمته لابو عامر، وهي شو دخلها بهي؟ حريم الحارة عرضنا وشرفنا يا ابو هاشم. ومرت اخي اللي محبوسة عند ابو الرجا، وهي عرضكم وشرفكم؟ مو هي بنت من بنات الحارة يا مختار؟ جاوبني. مظبوط كلامك يا ابو هاشم، بس نحن مو طالبين بدنا نعمل شيء. ليش بقى؟ لانه هيك فوتي بدها حساب كثير، بدها رجال وبدها سلاح. الرجال موجودة ولا يهمك يا مختار. وما بتصور حدا من رجال الحارة يتمنى يفوت هيك فوتي. ابو هاشم، انت ما عم تفهم علي. شوف يا مختار، إذا مشان السلاح أنا مستعد سلح كل رجال الحارة. والله والله لو بدها تكلفني كل مالي ما راح أصير. المهم ترجع مرت أخي من عند هدول الأوغاد. خلص أبو هاشم، أنا راح أستدعي كل كبارية الحارة ونتشاور بهذا الموضوع. أنا راح أروح أخبر أبو عامر. لا، كل شيء إلا أبو عامر، ما بدي إياه يتدخل بهالقصة لا من بعيد ولا من قريب. لا شو هالحكي يا مختار؟ هيك الحكي. لا أنا رأيي لعنده. شي السلام عليكم مختار. وعليكم السلام، خير؟ مختار أبو عامر ما عاد عامل إلك قيمة ولا لحدا من كل أهل الحارة. ليش بقى؟ شو مساوي معك؟ عم يحكي على حريمنا أشكال ألوان، وعم يتهمهم بأنه هن اللي قتلوا مرته زهرية بليلة عرسها. شو هالحكيان؟ مثل ما عم حاكيك، مثل ما عم حاكيك مختار. يعني أشكال مرته فاتت على الحبس، نسوان الحارة شو ذنبهم؟ شو ذنبهم؟ ليش شو عامل كمان؟ دك أخته لأبو محمود بالحبس، وعم يتهم اختي عدليه بانه هي اللي قتلت مرته زهريه بليله عرسها، مع انه اختي عدليه ما كانت بهداك العرس بنوب، بقى ليش لحطها بشير افندي بالحبس؟ يا لطيف. شوف مختار، اش كان انت وكبارية الحاره مو قادرين تحطوا له حد؟ انا بعرف شلون احط له حد كثير منيح، وراح تشوف شلون راح اشتغل فيه. عدلي الله يرضى عليك، الامور ما بتنحل بالضوجان. اسمع مختار، اش كان اختي ما بتطلع من الحبس اليوم قبل بكره ما حيصير خير بنوب. وانا عدلي ابن ابعد الراوي، وانت بتعرف هذا الحكي شو يعني كثير منيح. السلام عليكم. السلام. لا حول ولا قوه الا بالله. مشتو ايه راسي. مرني مختار. اسمع وافهم منيح، بتروح بتخبر كل عضوات الحاره ما عدا ابو عامر انه اليوم اجتماع عندي بعد صلاه العشاء، وبعدين وانت راجع بتدور على صياح بتشوفه وينه بتقول له اجي معهم. طير بعد صلاة العشاء ودور لك على صياح. يلا صار. شو رأيك بعيلة المرحوم غازي؟ عيلة أكابر كتير، والله ما في منهم، وخصوصي سعاد خانه، فعلاً عيلة مستواها عالي عالي كتير، بيتشرف الواحد فيهم. وشو رأيك بنته وردة؟ وردة؟ ما شاء الله عليها، اسم على مسمى، جمال وأخلاق. شو أمي؟
كأنك حاطط عينك عليها وبدك تتجوزها. يعني هيك شيء، فإذا تتكرمي بتروحي تخطبي لي إياها من بعد أمرك. ليش لا؟ هذا يوم المنى أني أشوفك عريس وأفرح فيك تقبر قلبي. إيمتى بتحبي أمي؟ يعني هاليومين بس لحتى رتب أموري. على وقتك أمي وعلى راحتك، ما في زلبوطة؟ لا 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 ها؟ خير إن شاء الله، لشو كل هالزلغيط؟ أخوكي مظهر بده يتجوز وبده يعني أخطب له. عن جد أخي إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك وعقبال عندك أختي. لحياتك أمي. إيه أمي، مين بدك تخطبي له؟ بنت غازي وردة. أشوفك رح جيب الطبخة. إن شاء الله يا رب. لا انت بدك تضل عدلية بالحبس. قال لها حتى ينعرف مين اللي قال لها عن قصة صخر وخطيبته لها. حدا منكم بيعرف مين اللي قال لها؟ لا والله يا اخي، نحن هلا عم نسمع منك. لو كنت بعرف بالقصة كنت خليت عدلية تكتم عليها. لك نحن شو دخلنا بين صخر والهام يصطفلوا ببعض. الله يصلحك يا عدلية على هالورطة اللي ورطتي حالك فيها. الله يصلحك يا اختي. الله لا يوفق. يا سواد وشي منك يا صخر، إش كان عرفت إنه أختي وراء قصة فضيحتك؟ يا سواد وشي منك ومن أهل الحارة. لك الله لا يوفقك يا عدلية، الله لا يوفقك. طول بالك لك ابني، أكيد عدلية ما كانت بتعرف إنه القصة رح توصل لهالمواصيل. أيوة قلتيلي، وهي وصلت وصارت سيرتنا على لسان كل أهل الحارة، والكل صار يحكي هلأ شروي قروي. يا مو أنت بترضي حدا يحكي على بناتي؟ أعوذ بالله لك يا مو. لا والله مالي رضياني على اللي عملته عدلية، بس الله يصلحها ويهديها.